السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دولة اسمها كوريا الجنوبية صنعت سيارة، السيارة دي ب $18,000، حطت عليها $2,000 مكسب، باعت السيارة لمصر ب$20,000. نزلت السيارة من كوريا الجنوبية لمصر على $20,000، مصر باعت السيارة للمواطن المصري ب$40,000، يعني مصر كسبت $20,000 وهي ما صنعتش مسمار في السيارة، وكوريا الجنوبية اللي صنعت السيارة كسبت لها $2,000 بس. شوف مصر فين وكوريا الجنوبية فين. أنا بقول لك القصة البسيطة دي ليه؟ علشان لما تيجي تبص على الانقلاب اللي وقعت في مصر، والله محنة، ومحنة شديدة من عند الله عز وجل، لكن في باطنها نعمة، يعني محنة فيها منحة من الله تعالى. وحسبت لك بالدليل، مين مننا يا جماعة كان يعرف خبايا الحكم العسكري قبل الانقلاب اللي حصل على محمد مرسي؟ مين مننا كان يعرف يعني ايه اقتصاد الجيش؟ مين مننا كان يعرف يعني ايه امبراطورية الجيش الاقتصادية؟ مين مننا كان يعرف ما يفعله الجيش المصري للأسف الشديد؟ مين مننا كان يعرف ان في مشايخ في مصر عرر، زي علي جمعة، زي ما سعد الهلالي، زي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زي مظهر شاهين، زي خالد الجندي؟ مين مننا كان يعرف كان قبل الانقلاب يا جماعه ب24 ساعه؟ حد فينا كان يقدر يتعرض للناس ديت، للمشايخ دول؟ كنا بنقول عليهم دول ائمه. مين مننا يا جدعان كان بيقدر يعني يتعرض للناس دي؟ كنا بنفتكرهم علماء، لكن بعد الانقلاب سبحان الله وتعالى ربنا كشفه، كما كشف امبراطوريه الجيش. يعني للاسف الشديد قبل الانقلاب على محمد مرسي، مين مننا كان يتقتنع ان الجيش ممكن ينزل يعمل كده الناس في الناس في الشارع؟ كانش حد يقتنع ابدا. طيب قبل الانقلاب على محمد مرسي، مين مننا كان يقتنع ان هيبقى في اسوأ احلامه الجيش المصري يهتم بالخيار والجمبري والاستاكوزا ولبن الاطفال والحوارات دي كلها، ويترك تيران وصنافير اهم منطقة في مصر يتم التفريط فيه؟ مين مننا قبل الانقلاب كان يقتنع ان هيجي في يوم من الايام في اسوأ احواله واسوأ احلامه ان الجيش المصري العظيم يفرط في نهر النيل؟ مين كان يقتنع؟ مين مننا كان يقتنع ان الجيش المصري في يوم من الايام ممكن يسكت على خيانة زي اللي بيعملها عبد الفتاح السيسي؟ كانش حد يقتنع. ده نعمة الانقلاب، محنة شديدة في باطنها منحة من الله ونعمة من الله تعالى، عشان يكشف الوجوه، الوجوه تكشف. حتى في السعودية كان الانقلاب المصري نعمة على المسلمين. مين مننا كان في يوم يجرؤ انه يتطاول على امام الحرم المكي؟ دلوقتي امام الحرم المكي ما يقدرش يخرج 10 متر بدون حرس. ليه؟ هياخد بالجزمه. ليه؟ علشان منافق، علشان منافق، السوديسي منافق. مين مننا كان يجرؤ يتطاول على الائمه والعلماء اللي في الامارات وما اكثرهم؟ لكن بعد الانقلاب لما عاونوا السيسي ولما عاونوا محمد بن زايد على سفالته، بقى بياخدوا بالجزمه والناس بتهنهم زي وسيم يوسف. مين يا جماعه مننا كان يتوقع هيلاقي كميه المنافقين اللي ملأ الشاشات المصريه؟ مين كان يتوقع ده؟ مفيش. انما شفتوا نعمه الانقلاب ايه؟ كشفت والله. لا انا هسألكوا سؤال، اقسم بالله لو جه شاب النهارده عنده 20 سنه ومسك حكم مصر، قسما بالله لا الجيش ولا الاعلام ولا رجال الاعمال ولا حد هيعرف يعمل الالاعيب اللي عملها على مرسي. ليه بقى؟ مش ضعف عند مرسي ولا قوه عند الشاب، لكن حجم الادراك والوعي والخبره اللي اكتسبناها في الفتره في ال10 سنين اللي فاتت وريتك قد ايه مساوئهم. عرفتك يعني ايه قيادات الجيش ال19 20 واحد اللي حاكمين الجيش. عرفتك حاجه واحده، انت رئيس مصر بكره، واذا ضربت فوجع طير كله يقعد جنب مراته ويلبس الجلابيه كله. عرفتك يعني ايه اقتصاد، يعني ايه الجيش بالع البلد في بطنه. عرفتك يعني ايه في مشايخ عرر. ده نعمة الانقلاب. عرفتك حتى في الاقتصاد، لما تشوف الحاجة ب10 مليون السيسي بيشتريها، انت مدرك وعارف انها ما تجيبش مليون بالظبط. زي ايه؟ زي ما بدأت لك المثل كده، زي العربيات الكورية. كوريا الجنوبية بتصنع العربية ب18,000، بتحط لها مكسب $2,000 وتبيعها لمصر ب20,000. مصر تاخد العربية ب20,000 تبيعها للمواطن المصري ب40,000، ب40,000 دولار. مصر كسبت كام؟ $20,000. وكوريا الجنوبية اللي صنعت السيارة $2,000. وشوف كوريا الجنوبية وصلت فين من أعظم اقتصاديات العالم، ومصر من أعظم الفسدة في العالم موجودين في مصر. هي ده نعمة الانقلاب اللي أنا بكلمك عنها. سلام عليكم.